اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. في الحقيقه معنا اكتشفت ان انا غلطت غلطه كبيره جدا 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 جدا، وهي اني ربطت قناتي بالعاب معينه اللي هي العاب الترند اللي هي فورتنايت وفري فاير وببجي موبايل. لما بربط قناتي بلعبه معينه، طبعا انتوا عارفين اول ما فتحت القناه كنت رابط القناه بفورتنايت، اكتر لعبه بلعبها كانت فورتنايت. لاحظت التفاعل كان كتير قوي، وبعد كده فجأة بدأ يقل، الناس بدأت تزهق من منوبتي. نفس الكلام لما لعبت فري فاير ببجي موبايل. انا ببجي موبايل كنت في البدايات، اول ما بدأت العبها خالص كانت اللعبة لسه ترند بقى طازة وكده، كانت بتجيب مشاهدات كتير حتى لو انا نوب او مستواي وحش. دلوقتي بدأت المشاهدات تقل بدرجة بشعة، وفي فري فاير كنت هبدأ ان انا يعني ازود فيديوهات فري فاير، لاحظت ان الموضوع بسرعة بدأت الفيديوهات تموت. اللي حصل ان انا عشان مش محترف قوي في ولا لعبة من الالعاب ديت، فالناس بتفضل تتفرج عليها فترة بعد كده بتزهق خلاص بقى، يقول لك طب ما نتفرج على المحترفين بقى، فاهمين قصدي؟ فعشان كده يا جماعة اصلا هو اكبر غلط انك تربط قناتك بلعبة واحدة. الحكايه دي ما تنجحش الا في حاله لو انت محترف قوي في اللعبه او طريقتك كوميديه او في اللعبه، انما غير كده ما تنفعش. وانا في رايي ان ربط القناه بلعبه واحده في جميع الاحوال، ان ممكن اللعبه تموت حتى لو انت محترف في اللعبه، ممكن اللعبه تموت في اي وقت، ما انتش ضامن الظروف. يعني عامه انا خلاص بقى، ما بالنسبه لي انا عامه ما عادش ينفع نربط قناتي بلعبه واحده. النهارده هنلعب لعبه يا جماعه اسمها اساسن جانر. اللعبه دي يا جماعه طلعت ترند على جوجل بلاي، فقلت دي اكيد لعبه حلوه الناس بتحبها، فعشان كده قلت اجرب العبها النهارده. توضيح بس يا جماعه ان اللعبه الجرافيك بتاعها قليل، بس عايز اقول لكم ان مش معنى ان اللعبه جرافيكها قليل ان تقولوا عليها لعبه اطفال، يعني دي مش لعبه اطفال خالص، تمام؟ هي الفكره كلها ان العاب جوجل بلاي دي بتبقى مثلا ايه، انت مثلا زهقان قاعد في الشغل، زهقان عايز تحمل لك لعبه كده تتسلى بيها، فبتبقى العاب جرافيك خفيف كده عشان الموبايل. مش كل العابها بتبقى جرافيك خفيف، بس بيبقى يعني مستحيل مثلا تتقارن بالعاب الكمبيوتر، الجرافيك بيبقى اقل بكتير طبعا. الفكره كلها دي العاب تسالي لكن مش لعبه اطفال. يعني الالعاب دي في العاب كتير جدا على جوجل بلاي بيبقى جرافيكها ضعيف، لكن مش بتبقى لا العاب اطفال، بتبقى عادي جدا الكبار يقدروا يلعبوها ويسلوا بيها، مفيش اي مشكله. طيب ايه ده الراجل كشفني، الراجل كشفني مع ان كنت بتكلم معاك ولسه ما لحقتش اعمل حاجه. يلا بصوا يا جماعه، فكره اللعبه ايه؟ فكره اللعبه احنا بننشن على الراجل، تمام، ونبدا نعمل زوم، بنعمل زوم كده بالزرار دوت، حلو، بنعمل زوم زي ما احنا عايزين، تمام، ونقوم ايه منشنين على الدماغ مثلا، ونقوم ايه انا مظبطها بمسطره. بصوا الرصاصه هتخش فيه. اللعبه دي يا جماعه بتفكرني بلعبه موجوده في كمبيوتر اسمها سنايبر إليت. لعبه سنايبر إليت في منها اجزاء كتير، سنايبر إليت 3 بالذات و4 برضو كان فيها ان انت بتقعد، فكرتها ان برضو وانت ما تيجي تقتل بيجي لك ايه. طب ايه انا اشتري ايه ده؟ اقدر اشتري سنايبر؟ يا سلام، ده انا اقدر اشتري اسلحه كمان. طب والله ده حاجه حلوه جدا، حاجه حلوه جدا، انا كده اشتريتها يعني. ده حاطين العلامه بتاعت جوست ريكون. طيب ميشن جديده يا جماعه، لعبه حلوه يعني مسليه. بص بقى، اوه عايز اقتل دول بسرعه، عايز اقتل دول بسرعه بسرعه قبل ما يقتلوا الناس. خد لك انت طلقه بسرعه، هدى هدى بسرعه، هيفجر عربيه البوليس يا ابني. على فكره اللعبه عايزه سرعه، بعد كده اكتشفت انا كنت مفكر ان هي هتفضل سايبيننا على مهلنا، كنت مفكر انهم هيفضلوا سايبيننا على. طب انا لو ضربت في حته ثانيه كده، لا ده لازم في الدماغ بسرعه، العربيه تنفجر يا ابني. لا هو ده مع البال منشن، هو عايش عايش. واو بوم، خش في دماغه. اوبا شكرا. السلامة يا بطل. ميشن كومبليت. حلوة لعبة لذيذة كده، بس عايزة سرعة. مش انا كنت مستهيفها في الاول، يعني كنت مفكر ان هي مجرد ان انت ايه بتنشن وبتضرب وخلاص، طلع الموضوع لا مش كده. وايه ده، ممكن نركب سلايسر، ايه اللي انا بقوله ده، السايلانسر، سايلانسر اللي هو السبريسور يعني. طيب انا كده ركبته، اقدر اشتريه، ماشي اشتريه، بس دي جواهر حقيقيه. انا معايا كام؟ لا معيش ثمنه، خلاص مش مشكله، مش مشكله، كبر دماغك يا عم الحاج، كبر دماغك خلاص. عايزين بقى المشانات، نشوف يا جماعه في ايه تاني ميشنز. خلينا احنا في المجاني، يلا يا عم.
حلو ده، الدنيا بتشتي. مش مستعد. اوه البت اللي بتيجي. المفروض انا اقتل المجرم طبعا، مش هي اكيد. بسرعه تعالى لي، تعالى لي. ايه ده ايه ده، ما جاتش في دماغه يا ابني، يا ابني يا حبيبي في دماغه. بسرعه هيشوفك هيشوفك. طب لحقت على اخر لحظه يا جماعه، ده كان بيبص فوق كان هيشوفنا. عايزين 5000 لايك يا جماعه على الفيديو ده، عايزين نجرب لكم العاب من دي كتير. لا بقى كده لذيذه مسليه كده، حاجه خفيفه كده ممكن تتسلى بيها وانت في اي مكان. هي على المتجر بلاي على فكره. ماشي ممكن نجرب واحده كمان وكفايه. طب دي بقى، دي بقى المفروض اقتل مين؟ فين المجرم هنا؟ اوه المجرم جاي ورا، المجرم جاي ورا. بسرعه بسرعه. دوت هيطلع سلاح ولا ايه؟ ايه ده في ايه؟ اطلع طلع ده، طلع فلير ولا طلع ايه ده؟ اوف اوف يا لهو، انا كشفت نفسي كشفت نفسي. ده حصل انفجار. اوبا ايه الانفجار ده بقى؟ ايه ده، ده حصل انفجار. ايه ده فري؟ جالي سلاح فري ولا جالي ايه فري؟ كونفيرم مازل. حطيت حاجه لل، حطيت حاجه للسلاح، حطيت حاجه كده للسلاح، معرفش انا حطيت ايه. طب مفيش اسلحه تانية نجربها؟ مش عايزه، عايزه تركيز بقى، عايزه تركيز بقى. هو الراجل لما يجي المفروض يمكن ما اضربش عليه دلوقتي، مش ممكن يكون ان انا المفروض ما اضربش عليه دلوقتي. هو ماسك كارت احمر ده ولا مدرب كوره ده ولا ايه ده؟ ده بصوا انا مش هضرب عليه دلوقتي لو اثبت ان هو ايه مجرم. بس هم علموا لي عليه. بص بص بص، هتخش في دماغه الوقت تروقه. يا سلام. عسل عسل عسل. يا هو لازم يجي الاعلان يعني بعد. اوه ده دي اوضه. مش مساعد. اوبا الراجل ده المفروض اقتله من غير ما يضرب البت اللي قدامه. طب ثواني بقى. اوف اوف عايزة تركيز دي. خد يا بطل. بص 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 بص. يا سلام. بص بص. ميشن كومبليت. حلوه. طب هلعب لكم واحده كمان بجد. لا لذيذ، لا لعبه لذيذه فعلا يا جماعه. لا حلوه حلوه بجد، فكره اللعبه لذيذه كده، تحس ان هي مسليه كده، لعبه خفيفه مسليه كده. ممكن نشوف ايه البيت الجديد اللي ظهر ده. ده ديستروي، هفجر بيت ولا ايه؟ تعالوا كده نشوف. ستارت ميشن. طب مش ده المره دي غير لي السلاح. ايه ده غير لي السلاح؟ ده غير لي السلاح، ما عادش ايه ده. بس ده الشوت جن بقت دي شوت جن فيها زي سنايبر، مش سنايبر، هي شوت جن بس فيها ايه ده. بس طب وقت ده لازم اقتل الناس دي وافجر الدنيا بوقت. ده لازم اقتل الناس دي بوقت، ده في وقت. بس انا معيش الا طلقتين وطلقتين. ايه ده؟ طب ما هو يبقى ايه، اضرب على القلال اللي جنبهم دي. ايه القلال دي، متفجرات مثلا؟ ايه ده؟ لا ده الطلقه بتموت كذا واحد مع بعض. يبقى لازم تتنشن بطريقه معينه. يبقى انا كده، لا يبقى انا كده بضربها غلط، يبقى انا كده بضربها غلط على فكره. لا عايزه ده، عايزه سرعه، عايزه سرعه دي بقى. بس ده كده شوت جن دلوقتي، شوت جن وفيها بتاع دي. بص طب ده كده لو ضربت. جبت اتنين. حلو جبت واحد. بسرعه. طب اضرب على ده، اضرب على ده الاول. حلو جبت اتنين. اوبا عايش جبت اتنين. ما عادش ايه ده، ده ايه ده، ده المفروض اقتله. ده اخر واحد تقريبا. عاش. ميشن كومبليت. حلو حلو حلو. لا لا حلو، لعبة لذيذة 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 ممتعة جدا. ماشي يا جماعة، انا شايف كفاية لحد كده. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، ولو عايزين العاب من النوعيات الخفيفة دي كتير اكتبوا لي برضو. واللايكات بتاعتكم بقى هي اللي هتعرفني برضو. انا عايزين 5000 لايك كده لو انتوا شايفين ان الفيديوهات دي حلوه كده والعاب لذيذه كده حلوه. وروني كده اللايكات بتاعكم والدعم بتاعكم عامل ازاي، وانا اعمل لكم العاب من دي كتير. هو اللايك يا جماعه
يعني الفكرة في اللايك ان هو بيوضح ان اذا كان نسبة الناس اللي عايزة الحاجة دي قد ايه. فاهمين؟ على فكرة كنت بهزر مرة في فيديو من فيديوهات لما كنت بقول لكم لو ما عجبكش الفيديو حط لايك. لا لا مش قصدي يا جماعة، انا عايزكم لو مبسوطين من اللعبة وعايزين اللعبة دي تاني حطوا لايك لو عجبتكم الفكرة دي. لا مش قصدي اللعبة دي تاني نفسها، لا يا رامات لو عجبتكم الفكرة دي وعايزين العاب من دي تاني حطوا لايك عشان اقدر اعرف ان انتوا عايزين العاب. بس كده يا جماعة، شكرا جدا لكم، ألقاكم اخر في فيديو جديد.